شارك معاهم؟ لا انت او غلبك شويه صباح شويه غلبني شويه قاعد كيف الله شويه. خويا حمزه اهلا اخويا. انا والله ما كنت حايب ندير هذا الفيديو والله يا ربي عالم ربي سبحانه عالم وانت سيرتو اعلم والناس قاعده على بالها واش كاين. حنا نحبوا نديروا حاجات ربي سبحانه اكفاه لله في سبيل الله. مي كي تجي قناة واحد اخرى تحب تتبنى تتبنى الخدمه كيما نقولوا الجباره اللي درناها ورانا فخورين بها وحنا غير سبه ربي هو صح ياك ربي هو صح حنا غير سبه. مي باش تجي قناة واحد اخرى ودير روحها كانها هي صح وتزيد تحكم الولد تحكمه تقول له قبل ما تشعل الكاميرا ايه بلا تجبد ابي بلا تهضر على ابي قول حنا وبس عيب هنا تولي في عيب. حمزه بوزي لك دي كيسيون وانت جاوب حمزه للدوك كاش ما كذبت ولا جامي لا ما كذبتش دوك مازال ما كذبتش صح حمزه كي عيط لي السيد اللي جاب لك الدار ومن بعد فريناها وتصورنا هنايا ياك قلنا نشكروا قناة البلاد فهمت انا شكرتها شكرناها لا لسه ما شكرناها ياك ما عنديش كيما نقولوا حاجه حقد ولا اشكال يكون في علمكم بلي قناة البلاد صورت حمزه لو 5 مارس حمزه مور لو 5 مارس الحاجه الاولى اللي صارت لك وشنو داوي ضرب شي بكي ويضحك شحال داوي مليون و300 ديزيس كرو عيطوا لك ديزيس كرو التقال هنا جمعية اللي تفلية كدا بعتنا لي 300 وكاي مواسين شهر الدار بها بالدوزة والفرح هاتك ما تسلف ضرام بعتهم ولا نورمال الوقت اللي في مازج كهنا ما فتح الكيو لا محكي باليش باليش صح أبري موراها موراها اس كان تفاعل تاع الناس يجوا ليك يعيطوا لك نفروا لك اس كان تفاعل مول ليميسيون مع البلاد كان تفاعل تاع 4 جور ماكسيموم 4 جور ماكسيموم 4 جور معليش الله غالب انتوما اللي خليتوني نهضر هاك انا ما كنتش حايب نروح لهذا الباب مي كي ولات الزياده هذيك نهضر حمزه انا جست معانا لو 26 مارس لو برومي افري سكت سكت سي بوزي لك دي كيسيون راه كي داوك لابوليس وكامل شكون جالك في الليل هذه كلمه شنو نقولها قدام ربي قدام عباده زعما غادي نقول صح بلا كاميرا بلا كاميرا عطينا الصح هذه هادو غادي نعطيه صرا بلا كاميرا ما حبش نصور عارف ميستر ابي دار معايا فيديو بالكاميرا تليفون هذا اللي انا دوك نصوره به بصح نقدر نقول لكم باللي يوقف معاكم بلا كاميرا شتي كانه هذا انسان شغل خويا شغل دم واحد انا وياه فاهميني شغل هذا انا وياه شغل دم واحد بورتو ما يعني ما والو ما فاميلتي ما خويا ما والو وقف معايا وقفه اللي بالك شغل فاميلتك ما يوقفوهاش معاك بالك خوك ما يسمح فيك فهاد الوقفه جاني شوف اللي عيط له قلت له خويا مستر ابي قلت له فهاد لابوليس من ناحية كوميساريا والله غا جاني في الليل على 7 تالي هي جاني كوميساريا وهضر معاها وخرجني كيما كان الحال وغدوه ان شاء الله صباحها على 8 تاع الصباح خلى شغالات وخلى كلش سنة باش تعرض بك باللي هذا الانسان راجل صح راجل صح بمعنى الكلمه يوقف معاك شغل بلا حتى انتيري يوقف معاك على اساس شغل لوجه ربي صح لوجه ربي بلا كاميرا ما جا مدى كاميرا قالوا شوفوني وقفت معاني من جا معايا البلديه وهضر مع الميره تاعي بنيان وقال هذا الولد يقعد تما دون 5 جور 6 جور برك تفاعل ان شاء الله صح تما نهضروا صراحه شوف واحد ما ينكرهاش هذا الميره قلت لها مدام راكم تهدموا ما تهدمولوش مدام اعطيلو 5 ايام ابري يروح لدارو جديده صح القناه هذيك كي قلت انا يا الله حمزه ما بقالوش يروح لدارو جديده واش قالوا لك ابي واش راح يدير لك يدير لك الدار لا قولها حبيت ندور لك الدار انا حبيت ندور لك الدار انا ندور لك الدار انا الى يومنا هذا كاري نخاف من ربي وجامي نخدم خدمه تحت الطابله انا رايح نسك يتيم لا
لا ديفيرونس بيني وبينكم سيك ليميسيون تاعكم برودكسيون تتباع، يعني كل حلقه تاع ولا تاع واحد اخر عندها سومه وتتباع. انا باطل صح درتوها نتوما لو 5 مارس مي كاين والو. الرجال جوزت لو 26 لو برومي كان ساكن. ها كان ساكن كان ساكن والله صح. نسقسيك حمزه الحق يقال. لا لا خويا حمزه كل حاجه نهضروا ضربه لا حمزه انا الله ما كليتش مقبيل. انا كي شفت الروبورتاج واش تقول؟ تقول ملي جازت ملي جاز معنا حمزه في الروبورتاج في ضغط قياسي سكن حمزه. هذه هذه صح؟ لا لا ماشي صح يا حمزه خويا. الى الى صح والله غير والله ما تديقني. ماشي صح ماشي صح ماشي صح خويا. يعني بعد علاه ضاقت لي حمزه حقك هذيك هي صح. الناس عيطوا لي وعيط لي شكون؟ الناس اللي عطاو لك اللي شراو لك الدار بداو يضحكوا قالوا لي ابي وشو هذا؟ قالوا لي بالك ما فهمناش ما كانش فاهمين واش صاري بعدك اسي بوان. حمزه زيد نسقسيك انا خويا راه سقسي يعني معاك باش نشوف برك الكره اللي كاين من جهتي انا وانا والله غير بدون علم لكل ذي نعمه محسود والنعمه تاعي سيك حب الناس. قبل ما تشعل الكاميرا واش يفاتيوك واش يقولوا لك كي يخدموا معاك؟ مثلا جبت مستر ابي جبت مستر ابي مستر ابي شغل ما تخش بلي هو اللي دلك هكا هو اللي عاونك هو اللي هكا شغل شكرهنا شكرهنا غير حنا قلبي هاد بنا شغل اليوم ما عقدوا كاش السلام عليكم شغل مستر ابي ما تجبدوش. يعني شغل كلي ماشي انا اللي عيطت للسيد مور الدار شغل ماشي انا اللي عيطت للسيد مور الدار وقال لي ايه كيفاش كذا قلت السيد هذا محتاج الحكايه كيف عيطولي كي عيطولي قلت لهم ايه الى راكم حابين ديروا حجه وانتم راكم هنا بسم الله جاوب الحمد لله ديتني اليوم معليش معليش يا سيدي انا ديت اليوم خلوني عبك خلوني نحشم حاجات ملاح نقولهم. وهذه ما قلتهاش حتى في الكاميرا ما قلتها في فيديو كاطا ما قلتش باللي ديته منه والله ما قلت صح نحشم نقولها صح. من كي درتو الكذب في التلفزيون قبيل وبليجيتوني نقولها انا صدقه بيني وبين ربي سبحانه الله. هذا بحسن هنا لسه تاع الطراكه هذه قاعد تبا وكلي دهرنا كلش على الطفله خويا موراها شحال موراها سمانه موتي الدار هذه صعبه باش تقولوا له قبل ما يدي الدار بيامه تقولوا له بلي ابي راح يدي لك الدار هذه والله ما كنت سامع بها بصح مستعار ربي كيما قلت ابي معروف يدي الديون يديرها تاع فايز نسقسيك دوكا الدار هذه على من مكتوبه؟ هاي مكتوبه على اسماء ناس انه في العقد يخرج فيه جوا ان شاء الله ورحت هذا الموتيل سعيد حمدي سنيته مكتوبه على اسمك سنيته كلش العقد بك يخرج في جوا ان شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله ما طمعناش في عفايس كبار تحت الطابله يجوزوا نحط معانا في ايتيم والله غير سي كراف الناس شحال قاسيين قلوبهم. انا تفهموا علاش جبت روحي واني خدام وحدي بايديس وميكرو خارج وعرسه شايدها هكذا ودور وسكنوا ناس وفتحوا لوزينات وتفتحوا شركات وتفتحوا على حومات وتريقلاو دي زونكات بايديس يا رب المعبود وميكرو تاع 200,000 خارج هكذا. ولكن وعد رجال حتكبر القامات واني نطمد راهم وحليليين تاع القجبيني قسما لكم بالله غير نخدم قلب الحبه باذن الله ومانيش حابس غادي في روس بيني وبينكم الحلقه تاعو تتباع اما انا يعني الحلقه تاعو تتباع يعني رايحه تجاره اما انا رايحه قلب ورايحه تجاره مع ربي والتجاره مع ربي انسان ما يخسرش مع عساني غير نقول الله يصب في القلوب والله ما دريت بلي هذا حمزه ما نسينا والو ما هو ما نسينا والو يدير لك لي كيسيون ولا تبوزيون ولا يبوزيون ماليش حمزه شغل تلفوها لي حمزه ما كنتش حاب نحكي تبوزي كاش دي كيسيون انا نهضروا مع الناس نورمال تبوزيون ولا تكون
اش حاجه تحب زي باس حمزه لا ليه فرنسي لك عادي حق الفرق فرق باللي هذا انسان راجع سقولي بالله انسان راجع يوقف معاكم بلا كاميرا والله غير بلا كاميرا والله شغل هذه الناس دوكا كاع راهي تجي مول بوز الناس كاع راهي تجي مول بوز اي تجري باش ديها كاع باش ديها كاع باش تجيب الناس ليها صح هذا والله غير يوقف معاك بلا كاميرا بورتوكال قادر كي قادر البوز اللي يديرو كي راح معايا البلديه ولكن جاني في الليل يحكم تليفون يسوق انا قلت لي في الليل الكوميساري نوقف تما البلديه معاه يدير البوز كحل والله يدير البوز وفي البلديه كانت تما كشاف دايره قياده كاع كانوت يقدر يدير البوز كحل ما بصح هو لا غير تليفون ما جبتوش هذه حاجه شغل انا ما عارف حاجه من ديك انت حاجه نبقى شغل نفكرها نقول السيد هذا وقف معايا شغل بلا كاميرا بلا انتيري ما عنده حتى انتيري من جهتي ما فاميلتي ما يكون لي ما دم واحد ما والو هذيك شغل مزكين شغل اللي عندنا نقولوا بصافية مزكين رجع حمزة مزكين رجع حمزة وهذا واحد منهم الله يحفظك على أخوه يعني قبل ما يجوا لك القنوات هنا يشعلوا لك الكاميرا يقولوا لك ما تقولش ابي ما تقولش ابي وقاعدين في الطري جمالي ابي لا حول ولا قوة الا بالله انا اقول لهم السلام عليكم السلام عليكم والله يداوي القلوب ان شاء الله خويا الصحة ربي يكرمكم سلام